نظم مجلس الشارقة للتعليم الدورة الرابعة من فعالية خلنا نمشي، وأقيمت في مركز الرحمانية التجاري بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية. تعتبر الرياضة من أساسيات حياتنا اليومية، وعليه نظم مجلس الشارقة للتعليم فعالية خلنا نمشي لإكساب الطلبة وأفراد المجتمع السلوكيات الإيجابية بما فيها الرياضة، وذلك حفاظاً على الصحة العامة، وهو ما تؤكده هذه الفعالية التي احتضنها مركز الرحمانية التجاري. نسعى من خلال فعالية خلنا نمشي نعزز الجوانب البدنية والصحية والجسمانية بالنسبة لأطفال الحضانات الحكومية، إلى جانب إدراك بعض الجوانب الاجتماعية اللي نعزز من خلالها أيضا دمج الأطفال في المجتمع بشكل كبير. نشكر مجلس الشارقة للتعليم في دورتها الرابعة خلنا نمشي، وهذه المبادرة حقيقة مبادرة جميلة توعي أولياء الأمور وأطفالنا أن المشي صحة للرياضة. الفعالية شارك فيها العديد من الجهات، منها هيئة الشارقة للتعليم الخاص والحرس الأميري ودائرة الشؤون الإسلامية، إلى جانب بعض المدارس حيث قام فيها الطلاب بممارسة التمارين الرياضية. الفعالية مهمة للمجتمع وخاصة لطلبة المدارس، بحيث أنها تحث على رياضة المشي وجعلها جزء من حياة الطالب اليومية. المبادرة اليوم كانت جدا مميزة خاصة لأبنائنا الأطفال، حلو أن نغرس من البداية حب الرياضة في أبنائنا الأطفال، كذلك يعني مش ما نحتكر الموضوع على أبنائنا الأطفال، حتى مثلا يعني اللي في البيت كلهم لازم المفروض يمارسون الرياضة، لأن الطفل يوم بيشوف الكبير يمارس هو بيتعود على هالشيء وكذلك بيمارس الرياضة. فعالية خلنا نمشي إحدى فعاليات مجلس الشارقة للتعليم التي تسعى من خلالها لتنمية النشاط البدني والتأكيد على أهمية الرياضة وتعويد الطلبة على ممارستها. فعالية خلنا نمشي تسعى إلى زيادة عدد ممارسي الرياضة والتوعية بأهميتها للصحة وتأثيرها الإيجابي. لأخبار الدار مجد سويدي من مركز الرحمانية.